إكرام، أنا كتير متأسفة. غريب، بابا كان جوا، كيف فت من هون؟ ديبا شوفي، أنا بقدر أفهم منيح إنه منا سهل عليكي تطلعي من هالشي، بس أنا عم بقول الحقيقة صدقيني. إذا مش كرمالي على القليل كرمال سوياش. لازم نعطي فرصة تانية لحياتنا. مع مين؟ بابا عم بيحكي هلأ، ماما جوا بالمطبخ. ديبا من فضلك شو هيدا يا ديبا؟ مي مباركة، ماما طلبت مني رشة بالبيت يلي رح نسكن فيه. كان أزبط بكتير لو ماما بعتت مبيد للحشرات. فيكرام اسمعني منيح، إذا بينرش من هالمي بالبيت بينقضى على كل الطاقة السلبية اللي فيه. خلص ديبا عملي معروف، أنت إنسانة مثقفة ورغم هالشي بتصدقي هالعادات القديمة بكفي. آه شو؟ شو صار؟ شو بكي؟ آه شو بكي ديبا؟ حاسة بوجعهم. بسيطة روقي، هلا بحط لك مرهم.